يا الله. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو إعادة للزينر دايود وكيف نحل المسائل مالته. يعني الزينر دايود تعرفونه بشكل عام انه يشتغل بالريفيرس بايزنج، يعني الريفيرس بايزنج يعني بالطريقة التغذية العكسية، يعني هذا الجزء الموجب هذا هو الجزء السالب. فالزينر دايود يشتغل هنا بهالمنطقة اللي هي البريك داون، بعد هاي الثانية يشتغل هنا أنا. يعني هنا نعطيكم إشارة، هذا هو هذا شكل الزينر على شكل نفس دايود، بس الرأس مالته يكون رؤوس مالته معكوفة واحدة عكس الأخرى، وهذا هو هنا صاير بالمقلوب التغذية مالته. الدايود السابق كان عندنا شنو هو التغذية مالته، تكون هنا هذا الأنود مربوط بالموجب والكاثود مربوط سالب، هنا الزينر لا بالمقلوبي أو بالعكس، يمكن نسميه أنه الأنود مربوط بالسالب والكاثود مربوط بمن بالموجب، يعني تغذية عكسية احنا نسميها. واضح؟ يعني هنا يشتغل كدايود عادي، هنا الموجب الأنود بالموجب والسالب الكاثود بالسالب. وتعرفوا أنه هذا كدايود هو 0.7 للسيليكون اللي هي البوتنشال بارير مالته، قلنا عليه 0.7 فولت او الكترون فولت نفس الشيء. هذا الزينر دايود يستخدم بدائرة البروتكشن سيركت وايضا ريجوليشن بروتكشن سيركت اللي عندنا هسه باستخداماتنا المنزليه بالبيوت، انه جهاز حمايه اور as voltage regulation، يعني عدل لنا الفولتية بحيث من يصير بها انخفاض او ارتفاع يعلق اشارة ويوقف ما يخليه يتحرك او ما يصير قصد الفولتية او التيار. The use of zener diode as a regulator is a common that the three conditions surrounding the analysis of the zener diode. طبعا حتى نفهم شلون يشتغل الزينر دايود، اكو عندنا ثلاث حالات أو ثلاث شروط: fixed load يعني حمل ثابت، وأيضا power supply ثابتة، و fixed power supply و variable load، والثنتين و variable supply و fixed load هو لازم واحدة من عتهم ثابتة والأخرى متغيرة، يعني كيف نحن هذه يعني ثلاث حالات عندنا. ناخذ الحاله الاولى اللي هي الحمل ثابت والباور سبلاي المغذيه لها ثابته، ونشوف شلون نقدر نطلع المخرجات مالته. هاي فيكسد بي انبوت، فيكسد ار ال، ار ال يعني الحمل. يعني هنا مش مطين، هذا مثال طلاب، هذا مثال هو هذا الزينر، طبعا يربط على التوازي وهي مقاومه على التوالي، هاي مقاومه، وهنا عندنا هاي مقاومه الحمل، وهاي هي بلطيه التغذية الإلمن للزينر. طبعا يخلوه قلنا على الزينر يكون ربط مالته توازي. البولتية مالت الزينر المطنية حتى يشتغل هي 10 فولت، وهذا التيار مالته. طبعا تعرفون تيار المر هنا بالهاي يتفرع على فرعين، فرع يمر هنا بالمقاومات الحمل اللي هو بولتية الحمل، هذه نسميه IR وهذا IZ وهنا IR، وهذا هو مجهز القدرة عندنا. مش مطلوب من عنده for the zener diode carburetor هنا determine the knee اللي هي VL بولتية الحمل، والVR والIZ والBZ. الIZ يعني تيار اللي يمر بالزينر، والBZ القدرة اللي تطلع بالهذي. طبعا راح أقول لكم فشالة. والفرع الثاني if the load is changed، يعني الحمل هذا من 1.2 × 10 صار عندنا 3 كيلو. repeat the above problem، يعني طبق على نفس المسألة احنا قلنا عليها. نجي هسه نشتغلها هنا. determine the voltage across the zener diode، شلون نطلع قيمة شقد راح الطبلة، يعني قصدي
عندنا البيزنر هسه والبيئر نفسه. طبعا هنا البيزنر لان التوازي تعرفون بيها موضوع التوازي يكون عندي البولتيه الموجوده على الحمل هنا هي نفس البولتيه الموجوده على من على الزنار، واضح؟ بس هنا لا، هاي البولتيه شو تساوي؟ تساوي هاي البولتيه زائد هاي البولتيه الاثنين، واضح؟ فهنا عندنا نستخدم شنو هو؟ نستخدم البي ال حتى العده بمقاومه وعده بش اسمه نقدر نطلع من عدها، وعدي هذا بولتيه المجهز. فقانون فولتج ديفايد رول لازم نقدوها بالاسس يساوي فولتيه المجهز الانبوت فولتج مضروب في مقاومه الحمل على مجموع المقاومتين، فطارت عندنا 8.73 فولت. طبعا هاي الفولتيه اللي طلعناها اللي هي فيزا اللي تمثل بالحمل طلعت اقل من هاي، طلعت منها اقل من هذا، فعليه هنا الزنر ما راح يشتغل لان هاي المقاومه او لو عارف الفولتيه اللي هنا طلعت اقل من هنا، سببها هي المقاومه هذه، المفروض نكبرها حتى يبدي يشتغل. فهنا السنس فولتج اكروس ذا زينر از سمولر ذان الفي زد، يعني احنا هنا حسابي وهو الحقيقي مالته كان هو اعتقد يمكن 10 فولت، مو ما اتذكر، خلينا نشوف مالته هي 10 فولت، ف 10 فولت وطلع لنا هنا 78، فاذا ما راح يعبر بعده قبل البريك داون. فالفي ار يسوي البي زينر هذه، نطلع البي ار، طبعا تعرفون بان انا البي ار شو يساوي؟ هاي البولتيه ناقص بولتيه اللي موجوده على من على الحمل نفسها اللي هي بي اي ناقصا بي ال 16، تروح معته هذه تطلع هذه. الاي زد تساوي صفر، ليش؟ لاحظوا لانه ما يمر بتيار، ما راح يمر بيه لانك كله راح وين يعبر على الحمل، هو مفروض 10 ما طلع 10 طلع 8.73، فبالتاكيد القدره ايضا اللي تعتمد على التيار تساوي صفر. نفس الشيء هنا من راح نستبدلها بثلاثة كيلو اوم، لاحظوا الفرق. فالفي زينر يساوي البي اي في الار اير على الار زاد النار، نفسه هو نفس الطريقه هي نفس البي ال، تطلع عندنا هنا 12 فولت، فاذا هسه اشتغل لان 12 فولت اكبر من 10 وراح يمر به لان البي زينر، يعني البي زينر هنا مو معناتها اللي هنا هو هذا البوتنشال بارير مالته 10 فولت، بس البي زينر يختلف عن البوتنشال بارير، كل ما يكبر البي زينر اللي يدخل به اكبر من البوتنشال بارير هو اللي هذه راح يعبر، واذا اقل ما راح يعبر، فيهتموا بها. عاد نقدر نطلع ال في ال يساوي البي زد يساوي 10 فولت لان هنا 10 ب 10 يعني هو صح 12 هذه، بس البي ال لازم تكون ضمن العشرة لان هي تساوي هذا البوتنشال بارير، نقدر نطلع معتها البي ار اللي يساوي 6، حاصل فرق بيناتهم. بعدين الاي ار نقدر نطلعه اللي هو البي ار على الار، ان تيار المار بهاي المقاومة اللي على التوالي يساوي البي ار اللي طلعناها اللي هي 6 فولت على القيمة هذه، يطلع عندنا التيار اللي مار بالملي امبير. هنا ايش عندي؟ الاي ال شلون طلعه؟ تيار المار هنا هذا يساوي 10 البولتيه اللي هي موجوده مناظره لها، لان هاي 10 لازم ما تكون 10، فعلى من على المقاومه القى التيار، نقدر نطلع التيار المار بال هنا، فمن نطلعه الفرق بيناتهم يعني هو الاي ار ناقصا الاي ال الاي زت، لان انا تفرع هذا هو الاي ار هذا الاي زت وهذا، يعني مجموع ذني يساوي هذا، فشو نطلع هذا؟ هذا ناقصا هذا، فيطلع عندنا. وفي الحال نقدر نحسب الباور على من على الزنر، نقدر نحسبه يساوي اي زد في بي زد، ويطلع عندنا بالمليوات، لان الاي زد هو بيشمل ملي امبير بباركم على الوحدات لا حد ينسى. نجي هنا فيكسد بي اي يعني الانبوت فولتج والفاريبل ار ال، يعني هنا ايش عندي؟ تلاحظون انه الار ال
لا لا راح تكون عدة متغيرة بس الهاية ثابتة. The load resistance RL determine the state of the sinner on off. هنا قلنا عليها الRL هي اللي تحدد لنا هل هو الزينر الحالة مالته شغال لو طافي، هاي قيمة المقاومة. فبيها limit، بيها minimum وبيها maximum. المينيمم مقصود به انه يعطينا ماكسيمم كرنت، والمينيمم والماكسيمم يعطينا لو كرنت. يعني تعرفون العلاقه عكسيه بين التيار والمقاومه، يعني التيار حتى نحصل به ماكسيمم لازم المقاومه تحمل مينيمم، والعكس بالعكس. يعني فهنا تو سمول ار ال وريزلت ا فولتج بي ال اكروس ذا لود ريزيستر ليس ذان بي زد and the signal device will be off. يعني عندما يكون مقاومة هاي كلش قليلة اللي وعدتنا بالعشرة مثل ما قرأناها، هذا الدايود زينر دايود ما راح يشتغل. واضح؟ when the need to find the range of load، هنا يعني انت نحن نقدر نتحكم، طالبة يقدر يتحكم شلون يطلع قيمة المقا حدود اللي يشتغل بها الزينر. زين تو ديتيرماين ذا مينيمم لود، شلون نحصله؟ طبعا يجيكم سؤال مثل هذا، اطمن انه راح يجيكم سؤال مثل هذا، فاريدكم تحلونه. تبدي بهاي الخطوات نفسها هذه. It is the resistance will result in load voltage VL سول بي زد. لازم نحصل هذا هنا الفولتية يجب ان تكون بحدود 10 فولت. زين ال VR يساوي لازم ال VZ ويساوي طبعا هذا قانون voltage divide rule. فمش نطلع ال R L minimum هذه، بس تقلبونها وسطين طرفين. طبعا هاي وسط طرفين راح تكون عندنا ال R VZ، يعني تضرب هذا في هذا على ال VI نقص ال VZ راح يصير عندي. فال R minimum هذا ينحفظ القانون مالته، أو تقدر تطلع مننا ال R L minimum. هاي minimum يعني مقاوم مينيمم يطلع عن تيار ماكسيمم، فهذا هو التيار الماكسيمم اللي يساوي بي ال على ار ال، واللي يساوي البي زد على ار ال مينيمم نفسه. لان قلنا هنا البي ال يساوي البي زد، وهنا الار ال صارت الار ال مينيمم. واضح؟ فهذا القانون، وهذا القانون تشتغلون عليهم بالحل هذا مثل ايش مسائل. تترمي ذا ماكسيمم لود، طبعا كان مينيمم لود طلعنا ماكسيمم كرنت، طبعا هي هاي فاريبل. فراح يكون عندي هنا بالعكس، راح يكون عندي ماكسيمم لود ريزيستنس راح يطلع مينيمم هنا في ار تساوي، نقدر شلون نحسبها، البي ار تساوي البي اي ناقصا بي زد، يعني بي انبوت ناقصا هذه. فنطلع الاي ار حسب القانون، الاي ار يساوي بي ار على ار الاي زد، هذا قانونه. فطلع وبعدين اي ال مينيمم يساوي الاي ار ناقص الاي زد ماكسيمم اللي هو هذا، شلون طلعه مينيمم هنا الار ال ماكسيمم. طبعا لانه هنا الاي ال مينيمم الار ال ماكسيمم يساوي بي زد على اي ال. هنا ناخذ مثال، ناخذ مثال حتى شو نسوي تفهمون شلون صارت الشغله. فور ذا شو نتورك، مطينا هاي نتورك، يجيكم هيك سؤال، مطي هاي القيم هنا البي انبوت 50، هنا 1 كيلو، هنا العايزه الداخل ماكسيمم مالته مطينها 32 ملي امبير، والبي زت 10 فولت، بس هنا الار ال هي المجهوله، هي المجهوله بالترماين the maximum wattage rating. طبعا the diode هنا range of RL رايد من عندي عند IL اللي مثل ما ذي حسبناها، إذا RL minimum يصير IL maximum، وإذا RL maximum IL minimum. وهنا عندي 10 فولت هو للزينر potential مالته. بعدين من نطلع هذا نقدر نحسب الحالة اللي هي الواطية مالته. نجي ناخذ اول فرع مثل ما قلنا عليها ال ار ال مينيمم يساوي ال ار اللي هي هذه، يعني
يعني تعرفون انه هنا شلون طلع هذه انه بس نقلب هذه من القانون ذاك، بس انا لازم نحفظها R في بي زد على بي اي ناقص عن بي زد، نعوض بها تطلع عندنا الار اي المينيمم 250 اوم. يعني هذه مثل هيك مواصفات يحتاج لنا اقل مقاومه حتى يشتغل بها الدايود 250. التيار طبعا تعرفون من بصير مقاومه هنا أنا. اللي يمر هنا التيار يكون كلش عالي، يعني مقاومه قليله تياره كلش عالي. الاي اي الماكسيمم من ار مينيمم يصير اي الماكسيمم، هذه على ار اي اللي هي مينيمم اللي هو نفس البي زد 10 على 250 يطلع لنا 40 ملي امبير. شوف الار هنا التيار الى حد ما عالي بس المقاومه اقل ما يمكن. نجي هنا الفي ار هاي نريد نطلع، شو نطلع هنا الاي ال مينيمم والبي ار والاي والار ال ماكسيمم شلون نطلع. فالفي ار البي ار هاي هنا شو تساوي؟ تساوي البي انبوت ناقصا يا هو البي زت نفسه هذا، طلع عندنا 40 فولتيه وين موجوده على هذه. نطلع معناتها التيار مالتها حتى نسوي الفرق بيناتهم، الاي ار يساوي البي ار على ار يطلع عندنا هم 40 ملي امبير يشبه ذاك اللي مر هناك اللي مينيمم، لانه الزينر ما راح يشتغل. اي ال مينيمم شو يساوي؟ الاي ار ناقص الاي زتين نفسه هو قانون هذا، التيار الجزئي يساوي التيار الكلي ناقص التيار الجزئي الاخر. طبعا هنا اي اي طبعا تعرفون هذا زائد هذا يساوي هذا، فشلون نطلع الاي ال مينيمم؟ اي ار ناقصا هذا الرئيسي ناقصا هذا الفرعي يطلع عندنا 8 ملي امبير. شوف الفرق 8 ملي امبير، فبهيج حال المقاومه راح تصير عاليه لا درجه. مقاومه وينها من نحسبها؟ شو طلعت هي المقاومه؟ ار ملزوم هي 10 على 8 يعني 1 وتبقى 20. مهم تطلع قيمة المقاومة ما حاسب هنا تكون أعلى من ديك اللي كانت 250. فهنا يجوز نطلعها عادي، يعوض هنا يعوض البي زت ماكسيمم. شو نطلعها؟ البي زت بي ال اي زت ماكسيمم اللي هو قيمته 320 ملي واط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.